الأمور كيف تمر حول يعني الفريق الوطني المغربي. شفتوا اليوم جميع بحضور رئيس الفيفا والرئيس موتسيبي على أن الفريق الوطني يعني استعد كما قلت من قبل وفق ما تقتضيه المشاركة في المنافسة من جهة، ووفق ما تقتضيه متطلبات الدفاع عن اللقب اللي حرز عليه الفريق الوطني لمدة لدورتين. كل هذه الاستعدادات توجت اليوم بالمجيء إلى المطار للتوجه إلى قسطنطينة قصد المشاركة في الشان. مع الأسف الفريق الوطني والمجموعة نتاعو مازال ينتظر هذا الترخيص الذي يعني تم التقدم بطلبه منذ وقت. والفريق الوطني كما قلت شيء مؤسف اليوم أن مجموعة من اللاعبين اشتغلوا رياضيا لمدة سنوات حتى يكونوا أولا في الفريق الوطني، ومؤسف جدا أنهم استعدوا لهذه التظاهرة خلال أشهر واستعدوا لها على جميع الجوانب بإجراء المباريات الودية الضرورية. حرمان هؤلاء الشباب من المشاركة في تظاهرة رياضية شيء مؤسف جدا. We'll be right back.